هل كتاب العلوم الصف الثاني الابتدائي الترم الثاني حنبدأ إن شاء الله بالفضاء الوحدة الرابعة، وهنأخذ إن شاء الله الفصل السابع الأرض والسماء الصفحة 10، ننتقل بعدها إلى الدرس الأول وهو الليل والنهار الصفحة 12، أستكشف صفحة 13، ثم بداية الدرس صفحة 14، أقرأ الشكل الصفحة 15، ننتقل إلى الصفحة 17، أفكر وتحدث واكتب. بعدها انتقل أفكر وتحدث واكتب إلى بناء المهارة صفحة 19. الدرس الثاني سبب حدوث الفصول الصفحة 20، ثم استكشف الصفحة 21. هننتقل إلى بداية الدرس ثم الصفحة 23، أتحدث وأفكر وأكتب الصفحة 25، ثم أنتقل إلى مراجعة الفصل السابع الصفحة 28، المهارات والأفكار العلمية الصفحة 29، نموذج اختبار الصفحة 31. هيكون عندي الفصل الثامن السماء الصفحة 32، والدرس الأول القمر والنجوم، أستكشف الصفحة 35، ثم بداية الدرس الصفحة 36. هننتقل إن شاء الله بعدها إلى الصفحة 37 والصفحة 41، ثم أفكر وتحدث واكتب الصفحة 41. ننتقل إلى 43، نشاطات أو نشاط استقصائي، ثم الدرس الثاني النظام الشمسي صفحة 44. هيكون دي استكشفه بداية الدرس صفحة 46، أفكر صفحة 49، أفكر وتحدث واكتب، ثم تاريخ العلم الصفحة 51، ثم مراجعة الفصل الثامن الصفحة 52، والمهارات والأفكار العلمية الصفحة 53، ثم الصفحة 54، تقويم الأداء الصفحة 55، نموذج اختبار حيكون عندنا الصفحة 56. هنتقل إلى الوحدة الخامسة وهي الوحدة الثانية من هذا الكتاب المادة الصفحة 57، الفصل التاسع نظرة إلى المادة صفحة 58، الدرس الأول المواد الصلبة الصفحة 60، ثم بداية الدرس الصفحة 62. هيكون عندي ما بعض خواص المواد الصلبة الصفحة 63، ثم نشاط الصفحة 64، أفكر وأتحدث واكتب الصفحة 65، ثم انتقل للصفحة 67 وتحدث عن، ثم الدرس الثاني السوائل والغازات الصفحة 68، ثم استكشف الصفحة 69. هيكون عندي بداية الدرس ماء السوائل الصفحة 70، ثم أنتقل إن شاء الله إلى الحجم الصفحة 71، هيكون عندي أفكر وتحدث واكتب الصفحة 73، ثم السؤال الثالث السؤال الصفحة 73، العلوم والرياضيات الصفحة 74، مراجعة الفصل التاسع الصفحة 75، ثم المهارات والأفكار العلمية الصفحة 76، ثم الصفحة 77 سؤال الثامن والتاسع، نموذج اختبار الصفحة 78 والصفحة 79. حيكون عندنا الفصل العاشر تغيرات المادة وبداية الدرس الصفحة 72 80، ثم حيكون عندي مادة التغيرات الفيزيائية والكيميائية صفحة 76. هل النشاط ثم الصفحة 87، أفكر وأتحدث واكتب. الدرس الثاني تغير حالة المادة الصفحة 90، ثم كيف يغير تسخين المادة بداية الدرس صفحة 92، بعدها صفحة 93، نشاط الصفحة 95، أفكر وأتحدث واكتب، ثم أنتقل بعدها إن شاء الله إلى الصفحة 97، المفردات الصفحة 98، والمهارات والأفكار العلمية الصفحة 99، والصفحة 100 سؤال السابع والثامن. هيكون عندي نموذج اختبار وهو الصفحة 100. هل الكتاب العلوم الصف الثاني الابتدائي الترم الثاني، هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الرابعة وهي الفضاء، ويطمن الفصل السابع والفصل الثامن. هيكون عندنا الأرض والسماء ثم السماء الفصل الثامن. هنبدأ بالدرس الأول وهو الليل والنهار صفحة 12، ثم سبب حدوث الفصول الصفحة 20، ثم ننتقل إلى
الدرس الأول في الفصل الثامن وهو القمر والنجوم، ثم انتقلنا إلى الدرس الثاني وهو النظام الشمسي، وننتقل بعدها إلى الوحدة الخامسة المادة، والوحدة الأخيرة راح تكون عن القوة والطاقة وهي الوحدة السادسة من هذا الكتاب.